مساء الخير متابعينا ومتابعي الصفحه الرسميه للاتحاد المصري للخماسي الحديث والتلفزيون الخاص بالاتحاد اي ام بي اف تي في. يسعدنا النهارده ان شرفنا بحلقه مميزه وحلقه خاصه ان يكون ضيفنا رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث السيد المهندس شريف عريان. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا ازي حضرتك عامل ايه؟ مشرفنا في التلفزيون الخاص بالاتحاد واتمنى ان احنا نكون يعني بنادي الدور بشكل جيد وان الموضوع يكون مفيد للمجتمع الخماسي الحديث. موفقين ان شاء الله. بشكرك جدا. احنا موجودين في بطوله العالم للخماسي الحديث هنا في اسكندريه على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في اسكندريه، والنهارده اليوم السادس للبطوله، يمكن بنحقق الميداليه السادسه النهارده ما بين ذهب وفضه وبرونز. هل ده الطموح اللي حضرتك رسمه في خيال حضرتك بالنسبه للشباب الصغير اللي طالع، وخاصه انها بطوله تحت 17 سنه و19 سنه؟ طبعا احنا اخر بطوله اتلعبت في هذا السن كانت في بلغاريا في 2019 قبل الكورونا ما تضرب، والبطولات كلها تتلغى في 2020، وكنا احنا اصحاب المركز الاول في عدد الميداليات في هذه المرحله السنيه. تمام. وطبعا لما نلعب على ارضنا الطموح ان احنا لازم نحافظ على هذا المركز الاول ونكون احنا رقم واحد. زي ما انتم شايفين البطوله ماشيه النهارده اليوم السادس، يمكن المنافسه الشرسه كانت لغايه امبارح ما بين مصر وروسيا وبيلاروسيا في عدد الميداليات. مظبوط. النهارده بقت مصر وروسيا تفوقوا شويه خلاص، وفاضل اخر يوم ان شاء الله الولاد يعملوا برده كويس والزوج المختلط في البنات ونخطف الفوز من روسيا في اكبر عدد من الميداليات ان شاء الله. ولادنا مقدمين حقيقه اداء اكثر من رائع. النهارده امير انديل بتحقق ذهبيه فردي البنات تحت 19 سنه. تمام. والفرقه بتخلص ثاني، يعني اداء رائع الحقيقه. و17 سنه النهارده في زوجي رجال بيطلعوا الميداليه البرونزيه ان شاء الله، بكره في الزوج المختلط 17 ينافس على الذهبيه باذن الله. والفرق ولاد برضو منتظرين منهم ان شاء الله في الفرد والفرق منافسه جديده على الميداليات باذن الله. طموحنا ايه بعد فضيه احمد الجندي في اولمبياد طوكيو 2020، والخطه اللي جايه بقى بالنسبه لل طبعا هو يعني الحمد لله الخطه اتحققت بنسبه 100% اللي كنا عاملينها من اولمبياد ريو دي جانيرو لغايه طوكيو. قدرنا نحقق ميداليات في جميع الاعمار السنيه بلا استثناء، كبار ناشئين شباب، مفيش بطوله عالم الا وحققنا فيها نتائج مميزه جدا وميداليات كتير الحقيقه. كان فاضل بس الميداليه الاولمبيه على مستوى الكبار على مستوى الناشئ، ان الشباب احنا احرزنا ذهبيه بوينس ايرس 18 احمد اسامه الجندي وسلمى ايمن عبد المقصود، وسلمى ايمن كمان كسرت الرقم العالمي وقتها. فالحقيقه حاجه اكثر من رائعه. كان ناقص ميداليه اولمبيه الحمد لله اتحققت في طوكيو، ربنا ما ضيعش مجهود الاتحاد بالكامل الحقيقه والمدربين والموظفين وكل الناس هباء، والحمد لله حققت ميداليه غاليه جدا لمصر، ميداليه فضيه لاحمد اسامه الجندي. الاتحاد بقى اللي هيستلم بعدين ان شاء الله الفتره اللي جايه لغايه باريس هيبقى يعني مهمته صعبه وتقيله انه يحافظ على هذه النتائج، ده على اقل تقدير. لو عايز يتفوق بقى لازم كمان يجيب ميداليه بنات ان شاء الله في اللي جاي، واحنا قادرين باذن الله. تنظيميا بقى بالنسبه للبطولات، مصر قدرت تنظم يمكن 5 بطولات عالم ما بين ليزر ران وما بين خماسي حديث في فتره وجيزه جدا، يعني صغيره في اقل يمكن من 3 شهور 5 بطولات عالم. لا مصر في 2021 قامت بدور يعني راعي الرياضه في العالم كله، ابتداء من بطوله العالم لليد اللي اتلعبت في يناير 2021. تمام. دي اللي رجعت الرياضه كلها الحقيقه كده، جرت كده وراها. مصر طبعا كان ليها نصيب الاسد، بطولات عالم في السلاح، في الرمايه، في الجمباز، في الدراجات، في الخماسي كذا مره، سواء بطولات عالم الكبار او ناشئين تحت 21 سنه او دلوقتي الشباب 17 19. فالحقيقه احنا في الخماسي احنا نمره واحد بدون منافس يعني خلاص، يمكن المجر وبلغاريا شويه برضو عندهم بينظموا كويس، انما احنا الحقيقه اثبتنا ان احنا ما فيش لينا منافس في التنظيم. الفاسيلتيز عندنا على اعلى مستوى، سواء كانت الاكاديميه او استاد القاهره او الانديه الخاصه. الحقيقه فاسيلتيز في مصر رائعه. الناس كانت الاتحاد الدولي نفسه كان متخوف على الخروج ببطوله خارج القاهره او خارج العاصمه، احنا اثبتنا له ان احنا خارج العاصمه اهو في اسكندريه بطولتين ورا بعض على اعلى مستوى. يمكن انا اتخيل ان الاتحاد الدولي في الجمعيه العموميه القادمه يدي هذه البطوله افضل بطوله على مستوى العالم لسنه 2021. ده اللي احنا بنتمناه طبعا. احنا بنشكر حضرتك على الفتره اللي فاتت دي كلها بالنسبه لاتحاد الخماسي الحديث ورياضه الخماسي الحديث في مصر. واخيرا برضو عايز اشكر حضرتك على لقائك المميز ده، واكيد مش هيكون طبعا اخر لقاء بالنسبه لتلفزيوننا اي ام بي اف تي في. لا ان شاء الله، موضوع التلفزيون ده حاجه اكثر من رائعه، تدي اكسبوجر اكبر للعبتنا، وهو ده اللي احنا محتاجين نعمله. بعد ميداليه احمد اسامه الجندي انا اتخيل ان الاعداد اللاعبين واللاعبات الزوارين اللي هيبقوا عايزين يلعبوا خماسي هيتضاعف في الفتره اللي جايه، ولازم الاتحاد يبقى ليه دور كبير في
يعني ان هو يرعاهم بشكل كويس انهم يطلعوا يتعلموا الخماسي صح ونكبر القاعده عشان يطلع منها احمد يعني واحد واثنين وثلاثه زي احمد ان شاء الله في الولاد والبنات. ده طموحنا في 2024. مهندس شريف العيني بشكر حضرتك جدا على لقائنا واتمنى كل التوفيق لحضرتك. شكرا 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 جدا لحضرتك. شكرا شكرا متابعينا ومتابعي الصفحه الرسميه للاتحاد المصري للخماسي الحديث، واستنونا في لقاءات مره ثانيه.